المسائية من الميادين وفي عناوينها: دخول أمريكي مباشر في الحرب تحت عنوان التطوع، صحيفة أوكرانية تتحدث عن 3000 مقاتل أمريكي محترف سينضمون للفرقة الدولية، وبريطانيا تتصدر خطط إفشال روسيا. الرئيس الروسي يؤكد الاستعداد للحوار، والإليزي يقول أن بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب. أحد عشر يوما على العملية الروسية، تقدم على الجبهات واستهداف للمطارات، وموسكو تحذر أي دولة من فتح مطاراتها للمقاتلات الأوكرانية. بالتوازي بين ضخ الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا وإرسال المقاتلين تحت عنوان المتطوعين، ومنهم أمريكيون محترفون ومجربون بإشراف البنتاغون، يبدو أن الحرب تجاوزت صفة الحرب بالوكالة لتتحول إلى حرب مباشرة، والهدف إفشال روسيا. التصعيد السياسي تتولاها بريطانيا بخطة مفتوحة تشمل شيطنة الرئيس بوتين، فيما الأمريكيون يتولون برمجة وتنسيق جبهات الحرب الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية. لكن كل ذلك يأخذ بعين الاعتبار قدرة الردع الروسي على منع دخول الأطلسي بمواجهة مباشرة. وفي السياق، يقول أنتوني بلينكين أن الرئيس بايدن يعمل كي لا تحصل مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، ويلفت إلى العجز عن فرض منطقة حظر جوي، وهو الإقرار بالهاجس الأساس بقدرة روسيا على فرض معادلات دولية جديدة. بوتين وفي اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية أبلغ نظيري الفرنسي والتركي بأنه عازم على تحقيق أهدافه عبر المفاوضات أو الحرب، فيما حذرت موسكو أي دولة تنطلق منها طائرات حربية باتجاه أوكرانيا. صحيفة السن البريطانية تتحدث عن احتمال إرسال كوماندوس بريطاني أمريكي من ليتوانيا إلى كييف لإخراج الرئيس الأوكراني. فهل سينجح الغرب الأطلسي في خطة إطالة أمد الحرب؟ وهل ستبقي العملية الروسية على خطة القضم الجغرافي أم ستنتقل إلى مرحلة الحسم السريع؟ مشاهدينا، في مساية اليوم ينضم إلينا من بريطانيا، من لندن بالتحديد، الكاتب والمحلل السياسي يحيى حرب، كما تنضم إلينا من موسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية إلينا سوبونينا، ومن واشنطن الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني للدراسات الاستراتيجية ديفيد ديروش. أهلا بكم ضيوفنا الكرام في مسائية اليوم. إذن لا يقتصر التدخل الأطلسي ضد روسيا في أوكرانيا على الحرب السياسية والاقتصادية، بل يبدو أنه يسعى جاهدا إلى إعاقة تقدم روسيا سواء بالإرسال الأسلحة أو المقاتلين. آلاف منهم يتدفقون على أوكرانيا، حيث للأطلسي هناك موطئ قدم لإدارة المعارك كما يقول الروس. تقرير محمد بو عبد الله. Good afternoon, everyone. يشرعن الغرب دفاعه إنشاء عن أنظمة تابعة وبالشكل الذي يريد، حتى ولو كان بإرسال مقاتلين كما في أوكرانيا، على خلاف إدانته حالات مشابهة تكون فيها الأنظمة غير تابعة. حقيق على أوكرانيا، يؤكد ذاك الغرب، أن تطلب من أصقاع الأرض متطوعين، فتحشد الولايات المتحدة 3000 مقاتل، منهم محاربون قدامى في العراق. فكيف بهؤلاء ومعهم ألوف من دول أخرى بغير جامع سوى التطوع؟ أن يقاتلوا صفاً واحداً وهم في الأصل متفرقون. قد يكون التفسير هو اصطناع الغرب مدخلاً إلى هناك تحت ستار التطوع، حيث يتجاوز التعداد 100,000 مسجل في فيلق دولي للأجانب بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية. وربطاً لهذا الجلب للمقاتلين من مشارب مختلفة بحديث الروس عن غرفة عمليات عسكرية في أوكرانيا تابعة للأطلسي بقيادة أمريكية، تتضح حلقة مفقودة في هيكلية هذا الفيلق أو الكتيبة الدولية. قد يعني ذلك أن اختلافات المقاتلين الأجانب ستنصهر عملياً في تنظيم عسكري بإشراف شبه رسمي أطلسي غير معلن، أخذاً في الاعتبار ما تكشف عنه موسكو من خفايا النزاع.
وبحسب الروس تدير تلك الغرفة المعارك، وهي انعكاس للسيطرة على القرار السياسي هناك، ما يعني أن الغرب يدرك جيداً عدم توقف روسيا في المنتصف بعد قرار العملية العسكرية. تمضي موسكو إذن حتى النهاية وبسقف عالٍ، تحقيقاً لهدف تجريد أوكرانيا من السلاح وتحييدها عن التبعية للأطلسي الموجهة ضدها، كما تؤكد باستمرار. في المقابل تصر الولايات المتحدة وبريطانيا على إطالة أمد النزاع المسلح، على خلاف دول أوروبية أخرى تميل إلى وقفه والتوصل إلى حل سياسي، ولعل فرنسا أكثر ما يمثل هذا التوجه. لا يريد محور واشنطن لندن توريط الأطلسي بمواجهة مباشرة كالخشية من تبعات فرض منطقة حظر للطيران في أوكرانيا، ولا هو يريد النأي الكامل بدوله عن الخلاف مع روسيا مع تخفيف هواجسها تيسيراً لحل الأزمة دبلوماسياً. وهنا قد يتضح جانب من نوايا الأمريكيين، فربما دافعهم الاستفادة من الوضع الراهن اقتصادياً وسياسياً بالسعي إلى تأخير تقدم الروس في أوكرانيا مع ضمان استمرار التوتر مطولاً، والغاية بعث الحياة مجدداً إلى الأطلسي بفزاعة روسيا الغازية كما يصفها الأمريكيون. وللروس تبريرهم منذ أول يوم، عملية عسكرية خاصة لإنهاء النازية الجديدة وضمان أمن حدودنا، وليس غزواً، كما أنه لن يكون احتلالاً. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موقف إيران الرافض للحرب، وحمل السياسات الأمريكية مسؤولية ما يجري للشعب الأوكراني. وقال رئيسي إنه كلما انتهت بسرعة فذلك لمصلحة الشعوب، والشعب الأوكراني هو كشعوب أفغانستان واليمن والعراق ضحية للسياسات الشيطانية الأمريكية. أجد الترحيب بكم ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك يا سيدة إيلينا. كل يوم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هناك تطورات جديدة، ولعل أبرز تطور اليوم هو ما تم الحديث عنه، عن التحاق 3000 متطوع أمريكي بوجه روسيا على الأراضي الأوكرانية. من أي زاوية يمكن النظر إلى هذا المستجد، وهل يمكن أن يحدث أي تغيير على الأرض في الميدان؟ مساء الخير. هذا لن يحدث أي تغيير على الميدان، ولكن هذا يثير قلق شديد، لأنه هذا يعني أن دول غير أوكرانيا تريد أن تتدخل في هذه الأزمة بشكل مباشر. وروسيا كانت واضحة وصريحة وقالت لدول أعضاء في منظمة حلف ناتو لا تتدخلوا في هذه الأزمة، لا تساعدوا أوكرانيا بالأسلحة والمعدات وخاصة الأسلحة الفتاكة، وإذا عملتم ذلك فروسيا حتعتبركم أعضاء روسيا، وهذا يعني أن روسيا حتتعامل مع هذه الدول كدول أعضاء، وهذا يعني أنه مثلا إذا كانت هناك قافلة أو شحن أو شيء فروسيا ممكن أن توجه ضرباتها عليها إذا وصلت على الأراضي الأوكرانية. طيب أنتقل إليك سيد ديفيد ديروش من واشنطن. إذا كان الرئيس زيلينسكي واثق بأنه يملك حاضنة شعبية وبأن الشعب الأوكراني سوف يقاتل القوات الروسية كما يقول الإعلام الغربي بأنه يقاوم وصامد، لماذا هذه النداءات لمشاركة مقاتلين من غير الأوكرانيين؟ ما الداعي لفيلق دولي؟ حسنا، لا أعتقد أن هنالك فيلق دولي، لم أرى أي إشارة على ذلك، أعتقد هذا وهما أن الولايات المتحدة هي التي قامت بذلك. طبعا الحكومة الأوكرانية قالت أنهم يملكون طبعا 20,000 طلب، لأن أوكرانيا عفوا بلد صغير لا تملك إذا صناعة عسكرية غير متطورة، يتم مهاجمتها من قبل بلد ضخم يملك جيش قوي متقدم، وهذا غريب بالنسبة لي، أجد هذا غريبا. هنالك قوات إيرانية في لبنان يساعدون
إذا يساعد ما تسمونه أنتم محور المقاومة في محطتكم. هل هذه القوات شرعية؟ لا أعتقد أنكم تثقون من ذلك، ولكن الأساس هو أن أوكرانيا بلد محاصر، الكثير منه تم اجتياحه من قبل روسيا عام 2014. إذا هنالك أجزاء كبرى يتم اجتياحها الآن من قبل روسيا، وهم يساعدون، هم أيضا يحصلون على المساعدة من أي جهة. ولكن أريد أن أؤكد، لم أرى أي تدخل أمريكي أو بلد آخر من خلال إرسال طبعا مقاتلين. هم فقط قاموا بإرسال الأسلحة، وهذا أمر كان واضح من قبل الجميع. ولكن سيد ديفيد، يعني هذه المعلومات ليست من عندنا، يعني الخارجية الأوكرانية هي من قالت يعني اليوم هناك 20,000 مقاتل سوف يعني قدموا طلبات ليكونوا على الأراضي الأوكرانية، وربما أيضا تعقيب على ما قلت ليس هناك من قوات إيرانية في لبنان. وإذا عدنا إلى مسألة أوكرانيا، هناك نداءات من الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ما أقوله، أنا أتفق معك أن زيلينسكي قال أن هنالك 20,000 شخص قد تقدم بطلب. ما لا أتفق معه أنك قلت أن الناتو والولايات المتحدة تنظم ذلك، وهذه ليست الحال. طبعا هؤلاء شباب عمرهم 18 عاما، أشخاص من عمري مثلا كانوا جزء من الجيش الأمريكي في السابق. لا يوجد أي تدريب منظم من قبل الولايات المتحدة أو الناتو. هؤلاء أشخاص أفراد طبعا ينتقلون ضد نصيحة حكومتهم إلى أوكرانيا، وإذا وصلوا أعتقد أرقام ستكون أقل بكثير من 20,000 مقاتل. ولكن أنا أتفق أن زيلينسكي قال أن هناك 20,000 طلب، وهذا يظهر طبعا نداء أو دعوة للأشخاص الذين يرغبون بتصحيح هذا الاجتياح الاستعماري. في الواقع أنا لم أذكر الناتو حتى الساعة حضرتك ذكرته. وأمر آخر، يعني المتطوعون هم من قالوا بأنهم سوف يذهبون إلى أوكرانيا لمساعدة أصدقائهم الأوكران الذين ساعدوهم سابقا في حربهم في العراق. اسمح لي أن أنتقل إلى سيد يحيى حرب. سيد يحيى، لكل تحرك على الساحة الدولية لابد من مسوغ قانوني، لابد من مبرر منطقي. مقاتلون أجانب في أوكرانيا لأية أهداف برأيك، وقانونيا كيف يمكن تبرير ذلك؟ سيد يحيى، هل سمعتني؟ هل تسمعني؟ نعم أسمعك الآن، تفضلي. طيب سوف أعد السؤال. لكل تحرك على الساحة الدولية لابد من أن يكون هناك مسوغ قانوني أو مبرر منطقي، يعني تواجد أو يعني مشروع تواجد مقاتلين أجانب على الأراضي الأوكرانية، يعني تحت أي مسوغ، تحت أي مبرر، لأي أهداف؟ أحييك أختي الكريمة، أحيي ضيوفك الأعزاء والإخوة المشاهدين. طبعا هذا الكلام الذي تفضلت به عن وجود مسوغات أو مبررات قانونية ينطبق على كل دول العالم إلا الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الدولة الحقيقة تعتبر نفسها فوق القانون، فوق المؤسسات الدولية، لا تخضع لأي محاسبة، تتصرف بأي طريقة تريدها دون أن تخشى أي ردة فعل من الدول الأخرى أو من المجتمع الدولي. وقد عولتنا في كل ممارساتها وكل حروبها السابقة التي شهدناها في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، عودتنا على أن تبتكر من أساليب جديدة من التعذيب والقصف العشوائي وارتكاب الجرائم، وهي تعترف بأن هناك تعذيب ولكنها ترفض الخضوع لأي محاسبة. ويبدو أن الإدارة الأمريكية الاستراتيجية التي تبناها الآن في أوكرانيا باتت واضحة تماماً، هي تريد أن تطيل الحرب إلى أكبر فرصة، أطول فرصة ممكنة. ليس من مصلحتها انتهاء هذه الحرب التي هي أرادتها لوحدها دون كل وفرضتها على العالم كله. تريد أن تطيل هذه الحرب وهي تعلم أن الشعب الأوكراني ليس لديه الدافعية الكافية لمواصلة حرب طويلة الأمد. هذه الحرب يعني تحتاج إلى دافع عقائدي، إلى دافع كبير من العداء، تاريخي من العداء، وهذا غير متوفر في الحالة الأوكرانية ضد روسيا وضد الشعب الروسي، حيث يلتقي الشعبان في أمور كثيرة وفي قواسم مشتركة كثيرة. ولهذا فإن المبرر الوحيد لدى الإدارة الأمريكية لكي تقدم على مثل هذه الحرب هي رغبتها في إطالة أمد الحرب،
ولن تطول هذه الحرب إلا بوجود جيش من المرتزقة يجري تجميعهم في أماكن كثيرة من العالم وزجهم في الحرب الأوكرانية. هناك معلومات روسية قد أعلنت، المخابرات الروسية قد أعلنت ذلك، أن هناك مركز لتجميع المقاتلين في قاعدة التنف في سوريا، وهناك مركز لتجميع المقاتلين في بروكسل، وهناك مركز لتجميع المقاتلين في تشيكيا، إضافة إلى مركزه في الولايات المتحدة الأمريكية، عدة مراكز لتجميع المقاتلين من كل بقاع الأرض لزجهم في هذه الحرب. مجموعات من المرتزقة تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض بهم هذه الحرب التي لتصل إلى ماذا سيد يحيى؟ ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية برأيك؟ أوكرانيا وروسيا بل على عموم القارة الأوروبية والعالم. أختي العزيزة لا يزال يتذكر ولم ينسى أبدا الآثار الجسيمة التي سببها الإرهاب الذي أنشأته ودعمته أمريكا ونقلته إلى أفغانستان وتحول فيما بعد إلى قاعدة الجهاد. هؤلاء المقاتلين كانوا مقاتلين من أجل الحرية، كانت تسميهم أمريكا مقاتلين من أجل الحرية وزودتهم بالأسلحة، ستينجر نفس الصواريخ الآن التي تستعمل في أوكرانيا، زودتهم بالصواريخ والأسلحة ودربتهم ونقلتهم وأعطتهم المعلومات اللوجستية الكافية قبل أن يتحولوا إلى إرهاب أفسد المجتمعات العربية وتسبب بجرائم كثيرة في عموم المنطقة بل في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تريد الآن أن تعيد التجربة، هذه التجربة المرة التي يتوجب أن يتنبه العالم إليها من الآن ويمنع الولايات المتحدة من الإقدام على مثل هذه الجريمة التي ستشكل خطرا على الأمن العالمي ولسنوات طويلة. وأسمح لي أن أتحول إلى سيد لينا انطلاقا من ما قلته سيد يحيى. سيدة لينا، هل تحولت برأيك الحرب من حرب الوكالة إلى حرب مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مع هذه المستجدات وهذه التفاصيل؟ لا، حتى الآن الحمد لله لا، وهي وأسوأ السيناريوهات ممكن أن يكون خطر تحول هذه الحرب من حرب الوكالة إلى حرب مباشرة هو موجود، ولكن الجميع يريد أن يتجنب هذا السيناريو. فبهذا السبب رئيس بوتين حتى صرح أكثر من مرة وذكر أمريكان بأن روسيا دولة نووية ولديها ترسانتها نووية، وهذا كان تحذيرا ومرة أخرى عشان لا تتدخل هذه الدول بشكل مباشر في هذا النزاع. أنا لا أصدق بهذه الأرقام التي ذكرها رئيس زيلينسكي، بالعكس تماما، ورجل شعر بأنه ترك تم استخدامه كدمية ولكنه ترك من قبل أمريكان. سيدة إلينا، ترك برغم كل تدفق الأسلحة الذي يتم الحديث عنه وبرغم كل يعني ما نراه من عقوبات ومحاولة يعني التضييق على روسيا، ليس فقط يعني سياسيا عسكريا اقتصاديا وحتى ثقافيا واجتماعيا. ترك ترك أكيد، ولكن كل هذه الأسلحة كانت قبل بدء هذه العملية. أما الآن فأنا أسمع فقط تصريحات، أنا أسمع فقط وعود، ولكن منظمة حلف ناتو وأمريكا لم يذهبوا لحتى الآن خارج هذه التصريحات. نعم، كانت هناك تصريحات غير مسؤولة مثلا حتى من وزيرة خارجية بريطانيا، وهي تقريبا دعت بريطانيين بالتطوع للمشاركة في هذه الحرب، وهذا حتى يتناقض مع القانون البريطاني. ولكن لحتى الآن هذا لم يتحول إلى الأفعال، لأنهم قرأوا تحذيرات ورسائل من قبل موسكو بشكل صحيح، هم يأخذونها بعين الاعتبار، وهم يعرفون أن روسيا الآن لا تمزح. روسيا ليست مثل ما كانت في التسعينات وقت كانت تسمع ما تقوله واشنطن.
طيب سيد ديفيد ديروش، مسؤولون من أكثر من دولة غربية، وهنا سوف أذكر الناتو، وآخر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون يقول بأن الناتو لن يتدخل في أوكرانيا، ولكن تدفق السلاح يأتي من أكثر من 20 دولة هي عضو في هذا الحلف من أصل 30 دولة. يعني ماذا بقي حتى يتدخل الناتو؟ هو فقط لا يمكن أن يتدخل ربما بشكل رسمي لأن أوكرانيا ليست عضو في هذا الحلف، وبالتالي لا يمكن تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو، ولكنه يتدخل يعني في نهاية المطاف وإن بطريقة غير مباشرة. سؤال جيد. إذا بداية، دول الأعضاء في الناتو يمكنهم أن يتخذوا طبعا أنشطة فردية ضد إطار الناتو. الناتو لم يتدخل في توفير الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن بلدان أخرى يمكنها أن تقوم بذلك بالطبع. وأنا أعرف بعض الأحيان الناس يقومون بإذن بالارتباك بين الناتو ودول الأعضاء بالناتو. السؤال الأكبر والأهم الذي يمكن أن يحصل اليوم النقاش فيما يتعلق بأوكرانيا المتحدة، أعتقد طبعا هذا يقود السردية التي رأيتها ممتعة أن هذه كلها خطة أمريكية. النقاش الكبير في الولايات المتحدة هو إذا علينا أن نقوم بإقامة منطقة حظر جوي في أوكرانيا، وهذا يرفضه منظم الأمريكيين لأنهم يرغبون إذا أن يكون هناك مواجهة مع روسيا. معظم الأمريكيون ومعظم إذا خطط الدفاع الأمريكية كانت تركز على الصين وغيرها من الأمور الأمنية، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني. هذا يعتبر هنا في المتحدة على أنه طبعا إلهاء غير مرحب به. وكروسيا إذا كما قلت كروسيا على أنها تقوم بإعادة طبعا تأكيد دورها في العالم كقوة نووية، ولكن هذا ليس أمر مرحب به وجزء من الخطة كبيرة. أعتقد أن هذا كان مفاجئا وتطور غير مرحب به. لهذا السبب نحن نرى اليوم أن الناتو بحد ذاته لا يأخذ أي خطوات محددة للتدخل في أوكرانيا. والنقاش فيما يتعلق جدل حول منطقة حظر جوي هو حاليا إذا تم اتخاذ قرار بعدم إقامة هذا الحظر الجوي. اليوم هنا يتم توفير المساعدة الدنيا دون التدخل المباشر. هذا يعكس الواقع أن هذا التطور كان تطورا غير مرحبا به. سيد يحيى، هل توافق الرأي لسيد ديفيد بأن لسنا أمام خطة أمريكية لما يحصل اليوم بين روسيا وأوكرانيا ومن خلفها ربما الأطلسي؟ يعني هذه الحرب كما هو واضح من سيرورتها حتى الآن 11 يوما، ومن المقدمات التي استندت إليها ومن المواقف السياسية المعلنة، نجد أنها خطة أمريكية بالكامل من أولها إلى آخرها. حتى أنني أراهن، وهذه طبعا ليس من دورنا كمحللين أن نتوقع المستقبل، ولكن من قراءتنا للأحداث التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأوروبيون تشي بشكل أكيد بأنهم بدأوا يأخذون مسافة بينهم وبين الموقف الأمريكي. اليوم موقف أوروبا لم يعد كما كان، طبعا وأنا أقصد أوروبا باستثناء بريطانيا لأنها لم تعد جزءا من أوروبا. أوروبا ألمانيا وأوروبا فرنسا بدأت تأخذ مسافة بينها وبين الموقف الأمريكي، لأنها باتت تدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حربا مهما كان، وهم يعرفون أن هذه الحرب في ديارهم وفي أوساطهم. وجود إرهابيين مقاتلين أجانب ربما يكونوا إسلاميين أو غير إسلاميين في أوكرانيا يعني خطر أكيد على أوروبا، لأن هؤلاء معروف كيف يتنقلون وكيف يتحركون وكيف ينظمون أعمالهم. التصريحات الآن، محافظة الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني على التواصل اليومي تقريبا، يعني عدة مرات اتصلوا خلال الأيام الماضية بالرئيس الروسي، ومحاولة البحث عن حلول سياسية تواجهها أمريكا دائما برفع السقوف، رفع سقف التصريحات، رفع سقف التحديات، حتى تمنع أي حوار، تمنع أي لقاء. كلما شعروا بأن هناك إمكانية للحوار ولإيجاد حل سياسي للمشكلة يحاولون رفع السقوف السياسية لمنع مثل هذا الحوار من أن يثمر. الرئيس الروسي أبدى استعداده للحوار، الفرنسيون والألمان يريدون الحوار، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا الحوار حتى الآن. وربما هنا مفيد التذكير سيد يحيى بما أعلنته يعني وزارة الدفاع الأوكرانية عن مقتل عضو وفد كييف إلى المفاوضات مع روسيا دينيس كارييف، وهناك من يقول بأنه يعني من الأعضاء الذين كانوا يعني
يظهرون تجاوبا في هذه المفاوضات. واسمح لي بما انك سالت يعني او اشرت الى مساله يعني اخذ مسافه من قبل الاوروبيين تحديدا من قبل المانيا وفرنسا من المسار الامريكي، ايضا اليوم كان هناك موقف لافت واريد ان اسالك عن كيف يمكن قراءته في بريطانيا. قائد القوات المسلحه البريطانيه يقول او يعتبر ان ذهاب البريطانيين الى القتال ضد روسيا في اوكرانيا غير قانوني وغير مفيد، وهذا بخلاف يعني وزيره الخارجيه وبخلاف ايضا موقف رئيس الحكومه، كيف يقرا هذا التصريح او هذا الموقف؟ حقيقة أوروبا كلها متخوفة من هذا الاتجاه، هذا اتجاه خطير جدا، أن يحشد عشرات آلاف المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وهؤلاء إرهابيون بكل ما تعنيه الكلمة. لا يمكن التمييز بين هؤلاء والذين قاتلوا في أفغانستان أو الذين قاتلوا في سوريا، هؤلاء مجموعات مسلحة إرهابية وهم يعرفون ماذا يفعلون. نشرهم في أوروبا سيشكل خطرا على عموم أوروبا. القيادة البريطانية، الحكومة البريطانية تؤيد الحكومة الأمريكية تماما، وهي تريد أن تخوض الحرب معها وما زالت في تصعيدها، ولكن هناك رأي عام موجود هنا في بريطانيا يعارض هذا الاتجاه. الأمس شهدنا مؤتمرا لحزب العمال، شهد نقاشا حاميا، نقاشا ساخنا داخل حزب العمال حول الاتجاهات غير المقبولة حتى للشارع البريطاني، حتى للمواطن البريطاني العادي. هذه السياسة التصعيدية والدعوة إلى الحرب التي لا مبرر لها. يمكن حل المشكلة الأوكرانية، والبريطانيون يعرفون ذلك لأنهم على اطلاع وثيق بكل تفاصيل وخلفيات هذه الحرب. يمكن حل هذه المشكلة البريطانية، وهذا ما تعبر عنه الصحف البريطانية، بأساليب أخرى، ومطالب التي يطالب بها الرئيس بوتين مطالب مشروعة أقرت أصلا بعام 92 عندما أعلن استقلال أوكرانيا، وأقرت في العام 2015 عبر مفاوضات مينسك. أقرت بأنه من حق بريطانيا، من حق روسيا أن لا يتهدد أمنها من أوكرانيا. هذه مسائل متفق عليها، وهذا كل ما يطالب به الروس. أما الدعوة إلى الحرب والدعوة إلى القتال فإنها ليست لعبة، فروسيا دولة قوية اقتصاديا، قوية عسكريا، دولة قوية لها حلفاء في كل العالم، والتفكير بعزلها، عزل روسيا ومحاصرة روسيا، هذا من الأوهام، هذا فقط تفكير أطفال. لا يمكن عزل دولة بحجم روسيا وبإمكانيات روسيا وبالاتصال الجغرافي بينها وبين دول الاتحاد السوفيتي السابق في شرقها، وبينها وبين الصين، وبينها وبين الهند. حتى الهند تؤيد الموقف الروسي. إذن هذا وهم الحديث عن عزل روسيا. الأوروبيون باتوا يدركون ذلك. إذا ما هي الحرب العبثية هذه؟ هذه الحرب العبثية إلى أين ستصل؟ لن تصل إلى هزيمة روسيا، لن تصل إلى يعني. سنسأل سيد يحيى عن أفق هذه العملية العسكرية وهذا الحرب الدائرة بين روسيا والأطلسي، ولكن اسمح لي أن أعود إلى سيدة لينا. يعني يقول سيد يحيى بأن لا يمكن عزل روسيا يعني مهما يعني تكثفت ربما العقوبات عليها، ولكن اليوم كان لافتا حجم الاستفزاز إن صح التعبير من قبل بعض الدول الغربية. يعني الأمر وصل حتى إلى القطاعات الثقافية، ليس فقط يعني ما هو سياسي واقتصادي، إلى قطاعات ثقافية، قطاعات يعني اجتماعية. هل كان هذا في حسابات روسيا عندما يعني أطلقت عملياتها العسكرية؟ أنا أتفق مع السيد يحيى أنه عزل الاقتصاد بحجم روسيا شبه مستحيل، ولكن لن أخفي عليكم بأنه القلق في روسيا هو موجود، ولابد من تدهور مستوى المعيشة لدى الناس، والقيادة الروسية كانت مستعدة لهذا الشيء. هناك صندوق الاحتياط، هناك أرصدة أخرى، والحكومة ممكن أن تلجأ إليها في حالة الضرورة. ولكن أنتم ذكرتم موجة خطيرة جدا من قبل دول الغرب، وهي بالفعل تشمل فئات مختلفة، ليس بنوك فقط، وليست بنوك ومصارف ومؤسسات، ولكن فئات ثقافية. فمثلا هناك كان في طلب لبعض المطربين، يعملون مطربين روس يعملون في الخارج، في الغرب، في دول غربية، في إيطاليا أو في ألمانيا وفرنسا، أن يعلنوا عدم
موافقتهم مع هذه العملية. طيب لماذا مطرب يسأل عن هذا الشيء؟ وإجا رفض على فكرة من عندهم، وبعضهم تعرضوا لإقالات أو مثلا رؤساء فرق موسيقية. فهذا هو الأمر غريب ومقلق للغاية، لأنه مثل هذا التصرف هو لا يليق ولا يتفق مع قيم غربية. وبالإضافة لذلك كأنهم ما عندهم خبراء يختصون في شأن روسيا، مثل ما كانت سابقا أمريكا قوية في شأن الاتحاد السوفيتي. كأنهم لا يفهمون طبيعة شخص روسي. شخص روسي إذا زادت الضغوطات عليه فهو بالعكس، يعني حتى إذا كان مستعد للتفاوض وللتوافق، بسبب هذه الضغوطات هو بالعكس رد فعله حيكون عكسي. كلما زدتم الضغوطات عليه كلما كان في احتجاج أكثر. فأنا أرى أنه حتى بعض المواطنين الذين ما كانوا ممكن موافقين على هذه العملية، ولكن وقت شافوا أنه دول غربية هي شنت حملة ضد مثقفين، ضد مطربين، ضد موسيقيين، ضد كتاب، فهذا أثار عدم الارتياح وسبب ردود الفعل العكسية. طيب سوف نتابع هذا النقاش ضيوفنا الكرام وأيضا مشاهدينا، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحث الزعماء الآخرين على الانضمام إلى خطة من 6 نقاط للرد على العملية الروسية في أوكرانيا، شعارها على بوتين أن يفشل في أوكرانيا. ومع أن أبرز نقاط خطته تعظيم الضغوط الاقتصادية على بوتين، إلا أنه يرى أنه يجب الذهاب إلى أبعد من ذلك بشأن العقوبات الاقتصادية. وقبل اجتماعات مع زعماء من كندا وهولندا ووسط أوروبا في لندن هذا الأسبوع، فصل رئيس الوزراء البريطاني خطة للحل تقوم أيضا على حشد ما سماه تحالفا إنسانيا دوليا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفيها أيضا اقتراح دعم جهود أوكرانيا في توفير وسائل الدفاع عن نفسها وفي منع تأييد سياسة التطبيع التي تعتمدها الآن روسيا في أوكرانيا. جونسون حث على اعتماد المسارات الدبلوماسية لتخفيف التصعيد، لكن بشرط المشاركة الكاملة للحكومة أوكرانيا، ودعا إلى البدء في حملة سريعة من أجل تعزيز الأمن والصمود في المنطقة الأوروبية الأطلسية. أجدد الترحيب بكم ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك سيد ديفيد ديروش. يقول يعني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الإدارة الأمريكية تريد انتهاء هذه الحرب، إنهاء هذه الحرب. متى سنرى يعني تطابق بين الأقوال والأفعال؟ لماذا لا نسمع أيضا ربما بالتوازي ترحيب ما بالمفاوضات الدائرة الروسية الأوكرانية؟ أعتقد السؤال في بعض الأحيان، هنالك طبعا مفاوضات بين الأوكران والروس، لست متأكدا إذا ما سيكون طبعا دور الإضيف الغرب في التدخل بذلك والمشاركة في المفاوضات، فهذا اجتياح لروسيا لأوكرانيا. أعتقد النقطة الأساسية هنا هي أن طبعا هو أن الشخص بدأ هذه الحرب. طبعا هذه هجمة استعمارية، بلد تحاول أن تستعمر دولة سيادية. أعتقد في الواقع المفاوضات ليست إذن عندما يقول بوتين المفاوضات، ما يعنيه بوتين حقيقة طبعا هو نوع من الإخضاع، ولكن أعتقد أن نجاح القوى الأوكرانية في الحرب دون أي دعم بالفعل قد أثر على جدول زمني الذي وضعه بوتين جدول الحرب، وجعل طبعا أو فرض أن يتم إجراء المفاوضات في مينسك.
مينسك، وكانت كما تعرفون طبعا مينسك هي جزء من هذا الاجتياح، وهذا أمر رفضه الأوكرانيون، وكان بإمكانهم أن يقوموا بذلك بسبب نجاحهم تقدمهم على الأرض وفي الميدان. عندما يكون هنالك نوع من الاستقرار في الميدان، ميدان الحرب، سوف يكون هناك مفاوضات فعلية. اليوم المفاوضات هي حول الممرات الإنسانية للبلدان، للعفو، للمناطق المحاصرة. طيب سيد يحيى، يعني كنت تتحدث عن أن هناك من يريد إطالة هذا الحرب، إطالة أمد هذا الحرب، ويعني ذكرت بالاسم واشنطن. برأيك يعني المؤشرات على الأرض هل تشي بإطالة هذا الحرب أو حتى ربما بتوسعها، بما أننا نتحدث يعني اليوم عن مسألة بولندا كثيرا ويمكن أن تنطلق ربما من مطاراتها طائرات باتجاه أوكرانيا؟ يعني لا شك أختي الكريمة بأن كل حرب لابد أن تنتهي بمفاوضات، والمفاوضات هي يعني نهاية كل أزمة من هذه الأزمات إن طالت أو قصرت. فمن الأفضل، من الأفضل بكثير أن يعمل الجميع إلى طاولة مفاوضات، تفهم مطالب روسيا. مطالب روسيا ليست مطالب مستحيلة، وهي لا تريد أن تستعمر أوكرانيا ولا تحتل أوكرانيا. والتدخل الروسي حتى الآن بأي تحليل عسكري، يعني أنا سمعت حتى الآن عشرات المحللين العسكريين، لا أحد يصف هذا التدخل الروسي بأنه احتلال أو هجوم أو غزو. هذا ليس غزوة. روسيا دولة كبيرة، لو شاءت أن تقلد الولايات المتحدة الأمريكية كما غزت بغداد وكما غزت أفغانستان بالتدمير وبالقتل. يعني كنا شاهدنا نحن مثلا في التسعينات، إذا كنتم تذكرون في التسعينات شاهدنا يعني كيلومترات من الدبابات العراقية المنسحبة من الكويت وقد قصفت ودمرت على الطريق. طيب يعني قبل أن تكمل سيد يحيى، سيد ديفيد ديروش يعني يضحك وبقوة أيضا، ألا توافق الرأي بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد غزت العراق؟ يعني هذا واضحا، يعني هل يحتاج إلى تأكيد؟ وغزتها أيضا بناء على كذبة يعني أسلحة الدمار الشامل. ما أضحك عليه طبعا هو هذا التأكيد أنه لم يسمع أي محلل عسكري وصف ما يحصل في أوكرانيا على أنه اجتياح. أعتقد إذا أنت كنت ثوري في لندن وتتحدث مع أشخاص يفكرون مثلك هذه هي الحالة، ولكن أحث القراء أن يقوم بقراءة أي صحيفة يتم نشرها في مجتمع حر، أي صحيفة طبعا مستقلة. إذا عبارات تدخل هي طبعا هي يتم استخدامها في روسيا ووسائل الاعلام التي دافع طبعا التي هي مع روسيا. هذا يمكن ان نتحدث عن يتحدث ساعات حول هذا الموضوع ونفند الموضوع. طبعا التاكيد ان هذا امر غير اجتياح امر سخيف للغايه، واعتقد ان المشاهدين يملكون ما يكفي من منطق ليعرفوا ذلك. ولكن في مرحله ما اعتذر لا املك فعل الانضباط الذاتي لاستمع إلى هذا الحديث العائد إلى تسعينيات القرن الماضي دون فعلا أن نعترف ما هو. طبعا هو حديث في مقاهي لندنية مع ثوار. أعتذر، سأحاول أن أضبط نفسي. لا لا، ليس المطلوب أن تضبط نفسك ديفيد، بالعكس يعني نحن مسرورون بهذا التفاعل من قبلك، ولكنك لم تعلق على مسألة يعني أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قطعت آلاف الكيلومترات، يعني من وجهة نظري هي تدافع عن أمنها القومي بالنسبة إلى العراق وأفغانستان. يعني أوكرانيا يعني على مرمى يعني على مرمى قدم يعني من روسيا، يعني هذا مبرر وهذا غير مبرر؟ سؤال جيد للغاية. هنالك بضعة نقاط. بداية، القول أن العراق وأفغانستان هما أمر سيان، هما مختلفان، هنالك أسباب مختلفة. هذه نقطة. وبالتالي اجتياح العراق تم مهاجمة الولايات المتحدة في وطنها من قبل قوات كانت موجودة في أفغانستان، وكان هنالك ردة فعل لهذا الهجوم لأن الحكومة الأفغانية أظهرت بوضوح في ذلك الوقت، الحكومة في ذلك الوقت كانت تتحالف مع الأشخاص الذين هاجروا الولايات المتحدة. بالتالي تم اتخاذ قرار أنه ما لم يتم إذا وقف ذلك سوف نستمر طبعا بإجراء الهجوم. يمكن أن نناقش هذا على ساعات طويلة، ولكن هناك دعم عالمي. فيما يتعلق باجتياح العراق، الأمر كان مختلفا بعض الشيء. كان هنالك الكثير طبعا من التناقض والجدل. الحكومة الأمريكية كانت تملك أسباب متعددة، وليس فقط فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ولكن أيضا الهجمات المتكررة ضد
ضد الكويت والدول المجاورة أخرى والمحاولات المستمرة لاغتيال رئيس أمريكي سابق. هناك الكثير من النقاط، ولكن القوات الأمريكية والحكومة الإيرانية شعروا أن هنالك برنامج نووي نشط يمكن استخدامه ضد بلدان في المنطقة المتحدة كذلك. تتبين أن هذا كان أمر غير صحيح، ولكن تم نقاش ذلك. وفي ذلك الوقت كان هنالك طبعا كان هناك الكثير من الجدل، وهذا ما يحصل في البلدان الديمقراطية، لكن لا يوجد أي إشارة اليوم أن أوكرانيا قامت بأي هجوم ضد روسيا. أريد أن أشدد طبعا هذا اجتياح إمبريالي استعماري من قبل بلد قال لأننا حكمناكم مرة لستم إذا مستقلين، سوف نحكمكم مرة أخرى، سوف نقوم بفرض سياستنا. هذا كما فرنسا ذهبت إلى لبنان وقالت لبنان أنتم لستم دولة سيادية، سياستكم الخارجية وسياستكم الدفاعية. طيب اسمح لي أن أقول ما تقوله سيد ديفيد إلى سيدة إلينا سوبونينا. سيدة إلينا، هذا اجتياح استعماري إمبريالي على أوكرانيا، كيف تردين على سيد ديفيد؟ أنا أنصح لسيد ديفيد أن ينظر للخارطة الجغرافية، وين أمريكا وين أوكرانيا ووين روسيا؟ شو بتعمل أمريكا عند حدودنا؟ لماذا تتوسع منظمة حلف ناتو عند حدود روسيا؟ لماذا هذه التوريدات للأسلحة بما فيها الأسلحة الفتاكة في السنوات الأخيرة؟ لماذا كان هذا التحريض على رئيس زيلينسكي لكي لا ينفذ اتفاقيات مينسك، وهي كانت نوع من الحلول الوسطى؟ فلماذا ألمانيا وفرنسا كانت مع هذه الاتفاقيات، أما أمريكا بالعكس كانت تحرض زيلينسكي على عدم تنفيذها؟ فحتى هذا يكفي لكي نفهم أن روسيا على أقل هي تحاول أن تؤمن حدودها. وأكثر من مرة روسيا قالت أنه تحييد أوكرانيا هذا مخرج. رئيس زيلينسكي ارتكب بأخطاء، وكان ممكن أن يختار موضوع تحييد أوكرانيا وأن تكون محايدة. وحتى أمريكان كانوا يكتبون حول هذا الشيء، أمريكان كبار، أنا قصدي مخ كبير في السياسة الدولية مثل هنري كيسنجر، وحتى في سنة 2014 كتب المقال نصح فيه للسلطة الأوكرانية أن تكون محايدة. وهو كتب في هذا المقال أنه من غير معقول على أوكرانيا أن تميل فقط لأمريكا ولدول الغرب طالما هي متاخمة لروسيا، من غير معقول هذا الشيء. أما بالنسبة للعراق وليبيا فأنا أكثر من مرة ضربت الأمثلة هذه، فحتى أعتقد أنه هي خارج النقاش. صحيح. لأنه مع أمريكان معامل أمريكان في العراق وليبيا وأفغانستان وحتى في سوريا، روسيا موجودة هناك بالاتفاق مع الحكومة. أما أمريكان شو عم بيعملوا هناك؟ شو عم بيعملوا بشرق سوريا؟ واسمح لي أن أسألك سيدة إلينا، هل هناك من تعويل في روسيا على تغيير ما في المزاج الأوروبي، خصوصا يعني بأن الأمريكي بسياساته السياسية والاقتصادية والعسكرية يبدو بأنه يعني ذاهب إلى المواجهة دون أي حساب لمصلحة الحلفاء، تحديدا يعني مع التلميح إلى إمكانية فرض عقوبات حتى على الصادرات النفطية؟ هل يمكن أن نرى أي تمايز أوروبي بعد كل هذه التطورات؟ وعلى كل أوروبيين، على أقل أوروبيين عقلانيين، بيفهموا أن هذه العقوبات بالنسبة لهم هو سلاح ذو حدين، فهم حيتأثروا من وراء هذه العقوبات أكيد. وهم يفهمون أن أمريكان غير معنيين بأن تكون اقتصاديات أوروبا قوية. توجد منافسة ما بين أمريكا وألمانيا، وهذا دائما كان موجود. فأوروبيين يفهمون هذا الشيء بشكل جيد. نعم، روسيا ممكن أن تتأثر، ولكن أوروبا حتتأثر كمان. أنا حتى سمعت مثل أو قصة عربية هي حول لعبة قديمة بعد أصابع
يعني في هذه اللعبة من حيصرخ أول لحتى الآن غير معروف. طيب لنسأل سيد يحيى، برأيك من سيصرخ أولا بحسب التقديرات؟ يعني نتمنى طبعا أن لا يصرخ الشعب الأوكراني ولا يصرخ أحد في هذا العالم. الحقيقة الحروب سيئة جدا، الحروب سيئة، والحروب ليست من أعمال التي يعني نؤمن بها أو نشجعها أو نرحب بها، وهذا هو السبب الرئيسي. ولا أعتقد أبدا، لا أعتقد أبدا أن هناك إمكانية لهزيمة دولة مثل روسيا في هذا الوقت، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف وارسو يقولون بأنهم لن يتدخلوا عسكريا. فمن الجريمة، الجريمة الكبرى أن يدفع بشعب، شعب مثلنا مثله، مواطنين عاديين، أن يدفعوا لمواجهة دولة كبيرة مثل روسيا ويحرضون على ذلك بالأسلحة وبالدعم وبالمساعدات. هذا تحريض على الحرب، تحريض على الانتحار. وفي الوقت نفسه يقولون لن نعطيكم منطقة حظر طيران، لن نعطيكم طائرات، لن نعطيكم تدخل مباشر، لن ندخلكم في الناتو. يقولون لهم ذلك ومع ذلك يحرضونهم على القتال. وحتى في الاتحاد الأوروبي يعني كان اليوم هناك موقف لافت أيضا من يعني من ألمانيا، ويقول يعني انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعني دون محاذير كثيرة يعني بالنسبة إلى الاتحاد وأيضا بالنسبة لأوكرانيا. اسمح لي أن أختم مع سيد ديفيد ديروش. سيد ديفيد، أريد منك تعليق على دعوة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ليندسي جراهام إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نعم، لقد حصل على الكثير من التعليقات على هذه على هذا، ولكن طبعا هذا يعكس ان هذه يعكس راي عام، الراي العام يقول ان هذه الحرب بقياده بوتين وليست طبعا لمصلحه روسيا بل لمصلحه طبعا الطبقه الاوليغارشيه. افهم منك يعني بان هذه الدعوه مبرره سيد ديفيد بما انها تعكس الراي العام الامريكي؟ كلا كلا. وتعرض للانتقاد بشكل كبير في الصحافة وفي الإعلام وكافة المسؤولين. لينسي جراهام يمثل ولاية صغيرة غير مؤثرة، وطبعا يتم محاسبته فقط من قبل ناخبيه، لا يتحدث باسم الحكومة الأمريكية، والحكومة الأمريكية قالت له أن يصمت. شكرا جزيلا لك سيد ديفيد ديروش، أستاذ في جامعة الدفاع الوطني لدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من واشنطن. وأيضا شكر موصول للينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من موسكو. وأيضا للسيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا الأكبر لكم مشاهدينا. ولكن للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.